التحية متجددة مشاهدينا الكرام بكم من جديد. هكذا الآن ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الخامس الخاص بفئة الأبكار الحقايق. انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة، والمركز الأول هنا من تأتي ندى راشد بن بطي بن محمد الغفلي تحتل المقدمة والمركز الأول، بينما يليها في المركز الثاني شوفنا المتحدة شعيفان بن بصرت بن شعيفان السبيعي يتقدم، هذا الشعار في المركز الثاني راح المتحد، بينما نتابع المركز الثالث تتقدم الشاهينية حمدان بن سالم بن ثعلوب الدرعي مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا وصلت خيال محمد بن دغيميل بن سالم العمري يتقدم مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس الآن شهب تتقدم علي بن سالم النايلي الشامسي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام للخمسة المراكز الأولى المنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن أسماء ما بعد الخمس المراكز الأولى غادمة بمفاجآتها، غادمة بتحدياتها وإنجازاتها المثيرة. العودة من جديد، العودة إلى البداية، العودة إلى ندى، ندى اللي على مقدمة الشوط، تلبي الندى هنا في المقدمة، وفي المركز الأول يتقدم هو بالصدارة راشد بن بطي بن محمد الأغفلي بمتابعة علي بن محمد الوهيبي المتمرس في التضمير ويحمل الإنجازات القوية ليقدم لنا ندى في المتابعة في التضمير، بينما شوف المركز الثاني هذه تتقدم وتأتي مشاهدين الأعزاء، هذه هي تتقدم المتحدة معك يا شعيفان بن بصرت بن شعيفان السبيعي ضيفنا من المملكة العربية السعودية، بينما الآن في المركز الثالث شهب علي بن سالم النايلي الشامسي، بينما اللي تتقدم مع المركز الرابع وصلت في هذه اللحظة الشاهنية حمدان بن سالم بن ثعلوب الدرعي، بينما في المركز الخامس وصلت هنا خيال محمد بن دغميل بن سالم العمري في المركز الخامس، بينما سيل جارف من الأسماء والشعارات اللي واصلة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول إلى ندى. الله يا المهندس، شعار المهندس هنا يهندس مع البداية، يهندس بالصراع في المنافسة في المركز الأول في هذه اللحظة. راشد بن بطي بن محمد الأغفلي، بينما الآن اللي تقدمت من الزاوية اليمنى هنا تحركت وغيرت إلى المركز الأول المتحدة معك يا راعي المتحد، سلالة المتحد المعروف لدى شعيفان بن مسلط بن شعيفان السبيعي، بينما هنا في المركز الثاني تغير إلى الصدارة الأولى خيال محمد بن دغيميل بن سالم العمري من السلطنة، بينما في المركز الثالث الله الشاهنية حمدان بن سالم بن ثعلوب الدرعي. ركز يا عبيد، ركز مع هذا الانطلاق، خلاص جولة الأوامر النهائية الأربعمية متر الأخيرة. الله 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 الله، البداية وين؟ الصراع وين؟ خيال المتحدة وهنا الآن الشاهنية، معركة ثلاثية، الثلاث اللي بهنزان اللقاء يوم وصل عند كيل الامتحان ولعت ما بينه النار اللي ضاء. الله الله، المتحدة على الصدارة، الشاهنية في المركز الثاني. الله 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 الله، المملكة سلام، المملكة سلام، تحية لأيضا شعيفان بن مسلط بن شعيفان السبيعي، سلام المملكة سلام، تحية لراعي المتحد على هذا الفوز والانتصار لحظة وصولها المتحدة إلى خط النهاية، مهدية هذا الفوز والانتصار. بينما في المركز الثاني أثناء من احتلت المركز الثاني من خلال وصولها مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام اللي هي الشاهنية لحمدان بن سالم بن ثعلوب الدرعي، المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء من أيضا
المركز الثالث كان الوصول من قبل خيال محمد بن غميل العمري، هو من احتل المركز الثالث. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، تهانينا وناموس الى مالك المتحدة، وتهانينا لراعي المتحد ايضا مصلت بن شعيفان ابو الاثنين السبيعي على هذا الفوز والانتصار التي قدمته المتحدة. التوقيت الزمني عطنا 4:38. تهانينا والناموس لشعيفان بن مصلت ابو الاثنين السبيعي على هذا الفوز والانتصار التي قدمته لنا المتحدة في صراع هذا الشوط. وسلام المملكة، سلام.